السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الجزء الرابع ديال هذه الخدمة. هذه المهم بالنسبة للأجزاء السابقة اللي خدمت فيها الطرز الرباطي والبريد، غادي نتلقاو الروابط كاملة أسفل الفيديو في صندوق الوصف. بالنسبة لهذا الفيديو ديال اليوم غادي نخدم معكم فيه تنبات ديال هذا الرشمة. فالعقيق اللي استعملت العقيق ديال الخيط، وبالنسبة للخيط اللي غادي نستعمل خيط عادي كيف ما كتلاحظوا معايا الآن، وخدمته على جوج، يعني الخيط درته فقط على جوج وغادي نخدم به. أول حاجة غادي نبدأ بهاد الوريقات هادو، فغادي نثبت الخيط في الفوق، ومن بعد غادي نحاول أنني نركب ثلاثة العقيقات في مرة واحدة. ركزوا معايا مزيان، واخا الخيط خدمنا به على جوج ولكن كتبقاي كدوبلي في التثبات ديال العقيق، مره كندوبلو الخيط، فبحال غادي يعطيك الخدمه على اربعه. المهم غادي نحاول نعبر المسافه ديال هاد ثلاثه العقيقات ونهبط البره. من بعد غادي تعاودي ترجعي في الاخر ديال العقيقه الاولى وتطلعي البرا، وغادي تشدي غير هذوك الجوج الاخرين. لاحظوا معايا مزيان، هنا تقريبا غادي ندوبلو الخيط، يعني غادي يولي عندك الخيط على أربعة. لاحظوا معايا مزيان، هذه هي الطريقه اللي تبلت بها هاد ثلاثه العقيقات، وهي تقريبا نفس الطريقه اللي خدمت بها التنبات ديال هاد الرشمه كامله. فاش كتسالي ملي تبغي تمشي للرشمه اللي حداها، حاولوا انكم تدفنوا الخيط في وسط الخدمه، ما يبقاش الخيط دايز من الفوق وكيبان. حاولوا انكم في كل مره دفنوا الخيط في وسط الطرز عاد بداو في الخدمه الجديده. الان لاحظوا معايا مزيان، غادي ندير نفس الطريقه دائما ثلاثه ديال العقيقات. الان من بعد ما كملت هذوك الوريقات غنمشيو لهذا الراس هذا، وغادي نركب فيه فقط عقيقه واحده. مهم طبيعه الحال، يعني كل وحده والاختيار ديالها. تقدروا انكم تهبطوا هذيك المسافه كامله بالعقيق، او ديروا فقط عقيقه واحده في الراس كما درت الان. المهم انا هنا حاولت انني نثبتها جوج ديال المرات باش تعطيني الخيط مدوبل على ربعه، وبطبيعة الحال يعني يكون الخيط شاد في راسه مزيان. والآن غادي نمشي لهاد الشكل هذا. ركبت هنا ثلاثة ديال العقيقات كيف ما سبق لي ودرت في هذيك الوريقة اللي خدمت معاكم في الأول. لاحظوا معايا مزيان، من بعد غادي نزيد عقيقة. دابا غادا تهبطي البرا بهذا الشكل، وغادي نعاود نرجع في النهايه ديال اول عقيقه ونطلع البرا ونشد هاد الجوج اللي تيكونوا هما الاخرين، وغادي نزيد عقيقه واحده. بطبيعه الحال الا بغيتوا تخدموا المسافه كامله زيدوا ثلاثة ديال العقيقات. انا هنا فقط غادي ندير غير ربعه، وغادي تهبطي البرا وتعاودي ترجعي في هذوك الجوج الاخرين، وهما اللي غادي نعاود غير وحده. المهم انا هنا خدمت غير وحده بطبيعه الحال، يعني النبات ما عندوش قاعده معينه اللي كل شيء كيخدم بها. كل وحده كيفاش كتنبت انت كتشوفي على حساب عينك ميزانك، وعلى حساب الخدمه اللي عندك كيفاش دايره، وعدد العقيق اللي غادي تخدمي به. فانا هاد الطريقه كتجيني مزيانه، اهم حاجه هو العقيق يكون ثابت. هنا غادي ناخذ هاد الشميشه هذه. المهم انا هذه خديتها غير بعشرة دريال، هذه اصغر وحده، كاين ديال درهم كاينه ديال جوج دراهم، ومهم كل وحده والثمن ديالها شحال، فالاختيارات غادي يبقاو لكم. هذه كما قلت لكم خديتها غير بعشرة دريال، كتركبوها وكتخدمي عادي.
لاحظوا معايا غادي نحاول انني نثبتها في هاد الورده هذه اللي خدمتها بالبريد. هنا شويه الخدمه كتكون صعيبه ولكن غادي نحاول معاها حتى تثبت مزيان. كتبقاو خدامين حتى كتبان لكم شدات في راسها. من بعد غادي نمشي لهذا الشكل هذا. لاحظوا معايا مزيان هنا غادي نخدم بجوج الالوان ولكن دائما كندير غير ثلاثه ديال العقيقات. بامكانكم ديروا اربعه وتبقاو غاديين بنفس العدد ولكن ثلاثه كتكون ادق، يعني كتقدري تتحكمي في الخيط مزيان وتقدري تدوبلي الخيط بزاف ديال المرات. المهم غتمشي للاخر وتهبطي البره بهذا الشكل. طريقه سهله وبسيطة. من بعد كترجعي في الاخر ديال اول عقيقة خدمتي فيها وغادي نطلع البرا بهذا الشكل. من بعد غادي نحاول نشد غير هاد الجوج الاخرين هما اللي غادي نخدمهم. بالنسبة للتنبات والطرز تيكون التصوير شوية صعيب، ما كنقدرش نتحكم في ليدي مزيان وما كنقدرش نتحكم في المرمى مزيان. هذاك الشيء علاش الا كانت شي حاجه ما بيناش فراه كتكون شويه التصوير ديال الطرز تيكون صعيب على انني نخدم معكم غير الراندوم. المهم هنا خدمت ثلاثه ديال العقيقات وكذلك هبطت البرا في النهايه، وكترجعي في النهايه كترجعي تشدي غير هذوك الجوج الاخرين. هذه هي الطريقه اللي غتبقاو غاديين عليها حتى تكملوا هذا الشكل. مهم على حساب، يعني انا هاد الشكل هذا خدمته كامل. فكتبقى الطريقه كترجع ليكم، كل وحده تخدم بالطريقه اللي عجباتها. لاحظوا معايا هنا هاد الوريقات الفوقانيين خدمتهم بالبريد، من بعد عمرتهم بالعقيق، ودابا غادي نخدم بهاد الاشكال. حتى هاد الاشكال خديتهم غير بعشرة ريال الثمن ديالهم، حتى هما غير بعشرة والمنظر ديالهم زوين، يعني ماشي ما غالينش وكيسلكوا، يعني تقدري تخدمي بهم بزاف ديال المرات. لاحظوا معايا مزيان فيهم غير كتخدمي كتشديهم من الفوق ومن التحت، وحتى هما فيهم بزاف الاشكال وفيهم الثمن ديالهم طبيعة الحال مختلف، كل شكل والثمن ديالو، وبطبيعة الحال كل واحدة تاخذ هذاك الشيء اللي مناسب ليها. لاحظوا معايا مزيان هنا شويه الخدمه كتكون صعيبه حيت التثبيت ديالهم تيكون شويه ما ساهلش. المهم هاد اللي خدمت معاكم دابا في الاخر لقيتها ما ثابتاش مزيان وعاودت خدمتها. دابا غادي غير نوري لكم الطريقه اللي درت باش ثبت هاد الشكل هذا. دابا غادي نحاول انني نشد بعدا هذاك الراس الفوقاني ومن بعد عاد نكمل. هذا هو الشكل النهائي ديال هاد الجلابه هذه. الملاقيه اللي في الوسط كان سبق لي وخدمتها معاكم في فيديو شحال هذا يعني قبل من الطرز، وكذلك بالنسبه للدرس اللي كتشوفوا معايا الان حتى هو فايت لي خدمته معاكم. غير الفرق انني الفيديو اللي كنت خدمت فيه هاد الدرس كنت درت القاعده ديال الحبكه، خدمت الحبكه هي الاولى على التوب ومن بعد عاد درت فوق منها هذاك الدرس. بالنسبة لهاد الجلابة هذه خدمت الدرس مباشرة فوق التوب، فانتوما شوفوا الفرق ما بين هاد الدرس والدرس اللي كنت خدمت سابقا واختاروا، يعني كل واحدة دير داكشي اللي عجبها.
فهاد الدرس ساهل وخفيف بالنسبة للناس اللي غاديين يخدموا بالطرز بالحرير مبروم ديال الطرز الرباطي. حاولوا أنكم تخدموا الدرس على 4 شعرات. في الأول كنت كنخدموا غير على 3 ديال الشعرات، ولكن من بعد لاحظت أن الدرس يكون الحجم دياله صغير بزاف وما تكون شاد في راسه مزيان، خاصة راكم عارفين يعني الدرس مع التصبين بعد مرات كيلوى وما كيبقاش شاد الحجم ديالو اللي احنا خدمناه به اول مرة. فاللي غتخدم بالحرير المبروم الدرس ديرو على 4 ديال الشعرات، اما الخدمة الملاقية ولا النصف طوق فخدمو غير على 3 شعرات ماشي اشكال. مهم هاد الرشمة هي هادي اللي درتها هنا في الكم، الشكل ديالها صغير وانيق، هي هادي يعني بسيطة ما فيهاش التعقيدات بزاف، وبطبيعة الحال تقدروا تزوقوها بأي طريقة بغيتوا. مهم شكرا لكم كاملين، شكرا للدعم ديالكم.